في الليمبي وهو بيبيع الاطباق كان بيقول لك ايه، ولا شغل اليابان ولا شغل الصين، ماسك الطبقين في بعض ورزعهم كده بالظبط. فلا ده شغل بلجيكا ولا شغل المانيا، سيبك بقى من الكلام ده خالص، احنا جوه القاره يا باشا، شغل السنغال. السنغال كيف وصل السنغال الى ما وصل اليه؟ كل حاجه في اي حاجه هو واخدها، ممكن تشرح لنا؟ طيب يا سيد عمر ركزوا بقى يا جماعه عشان هو لمن يريد يعني للي عايز يعني. هو الموضوع متفرع، يلا بينا. الموضوع مش لعيبه بس، ولا موضوع منظومه كره القدم السنغاليه. والله انا ما مصدق بس هو ده حقيقي. مشيت وراها يعني. في البدايه في صوره معانا احصائيه لعدد اللاعبين المحترفين في الافارقه في اوروبا في ال11 دوري او ال11 دوريات ال11 الكبرى. احنا معتادين على اسرع حاجه عشان خاطر الراجل يعرف يتكلم في الحاجات اللي هو بيعرضها. احنا معتادين ان في الدوريات الخمسه الكبرى، لكن في دوريات تانية، دوريات خمسه كبرى اللي هي الايطالي والاسباني والانجليزي والالماني والفرنسي، وفي دوريات تانية بتعتبر من الدوريات الكبرى زي الدوري البرتغالي، الدوري الهولندي، الدوري البلجيكي، دي دوريات كبرى تمثل روافد للدوريات الخمسه. للدوريات الخمسه الكبرى اكبر عدد من المحترفين الافارقه في الدوريات ال11 الكبرى هم من السنغال، ب 62 محترف في الدوريات ال11 الكبرى. 62 محترف في الدوريات ال11 الكبرى. في محترفين تانيين في الدوريات الثانيه، ايوه سلوفيني بقى والروسي والحاجات دي، لكن في الدوريات ال11 الكبرى في 62 لاعب سنغالي محترف. طب وبالمناسبه يا عمر، على فكره الدوريات بقى الخمسه الكبرى فيهم 51 لعيب سنغالي من بدايه الموسم ده، الموسم الحالي اللي هم 51 الانجليزي الاسباني الايطالي الالماني الفرنسي. بالظبط دي الصوره اللي معانا، معاك 62 لاعب محترف من السنغال في الدوريات ال 11 دوري و 51 في الخمسه الكبرى، في الخمسه الكبرى. تمام. طيب القصه دي بدات منين؟ بمنتهى البساطه سنه 2000. هو عمال يبص عيني على الدول. انا عمال ابص على الدول مش مصدق، اقسم بالله. عندنا يعني مثلا عندك غينيا عندها 13، دي اخر حاجه في الدوريات ال 11 الكبرى. الكونغو ديمقراطيه عندها 23. ما حصلناش غينيا في المحترفين في الدوريات ال 11 الكبرى، بس يعني خلينا في التجربه السنغاليه. خلينا في التجربه السنغاليه اللي هي 62 محترف. ماشي. طيب ده بقى القصه كلها بدات بان السنغال راحت لفكره الاكاديميات. في على فكره في الالفينيات وفي التسعينيات كان في اكاديميه اسك ابيجان، دي كانت اكبر اكاديميه في افريقيا بتصدر لعيبه وطلعت جيل كبير جدا من اللاعبين، حبيب كولو توري ويايا توري وجيل كوت ديفوار اللي سيطر على وجيرفيني وسالومون كالو، كل دول كانوا طالعين من اسك ابيجان. السنغال دوله جاره لكوت ديفوار، فراحت على نفس النهج واسست اكاديميه نادي دلوقتي اسمه جينيراسيون فوت، نادي لاعب الزمالك بالمناسبه من سنتين ثلاثه. أيوة جينيراسيون فوت في افريقيا. الاكاديميه دي اتاسست سنه 2000 وعملت بالظبط اتاسست سنه 2000، عملت اتفاقيه توأمه مع نادي ميدز الفرنسي سنه 2003 بعد ثلاث سنين من التاسيس. الاتفاقيه دي فيها ايه؟ بمنتهى البساطه انا هدور على اللعيبه عندي عشان اهل مكه اضرب شعابها وانت تصرف عليا، انا مش عايز منك حاجه. في المقابل هتاخد ايه؟ ليك الاولويه في كل اللاعبين اللي انا هطلعهم، بس مش احتكار، انا مش عايزك احتكار، انت مش تاخد كل اللعيب، انت ليك الاولويه. يعني انا هعرض عليك 10 لعيب، خدت 3، 7 تانيين انا هسوقهم، بس الاولويه ليك انت. فبالتالي الاتفاق نص على ان نادي ميدز يتولى كافه الامور الماديه على تمنح الاكاديميه الاولويه لنادي ميدز في التعاقد مع اي لعيب. تمام. نشوف السلايد اللي بعديه. تم تجديد الشراكه ما بين النادي والاتحاد والاكاديميه لحد سنه 2030. على بركه الله. ليه بقى؟ على بركه الله. ده شكل المنافسه. بالظبط. ما ده نفس شكل المنافسه، لو الناس عايزه تعرف ده شكل المنافسه اللي احنا بنتنافسها دلوقتي علشان نبقى عارفين احنا موقعنا عامل ازاي لحد 2030. وهو عمل كده ليه؟ عشان انت سابقه. عشان انت لحد 2022 هو ما كانش معاه ولا كاس امم وانت معاك 7. فهو عايز يجي لك فراح عامل كده. فمضى فجدد الشراكه لحد سنه 2030. طب هو ليه جدد لحد 2030؟ لان ميدز الفرنسي كان عنده 115 لاعب افريقي محترف، في منهم ما يقرب من 60 لاعب من السنغال. يا خبر ابيض. من السنغال. ونادي ميدز الفرنسي باع 4 لاعبين. هو شوف صرف على الاكاديميه ايه؟ بيصرف عليها سنويا ما يقرب من مليون يورو. باع 4 لاعبين من انتاج جنراسيون فوت ب 30 مليون يورو. ب 30 مليون يورو. فهو كسبان كتير من قوي جدا كتير. فالنادي كسبان والسنغال كسبانه واللعيبه كسبانه.